اليوم معانا لابتوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم معانا لابتوب نوع لينوفو، لاحظوا انه اشتغل بس بدون عرض. هنقوم بتشغيل الجهاز. البطارية كانت تعبانة، الشاشة حين الآن قبلها شاحن عشان نقرر. لاحظ ما شغله. لاحظوا هنا الإضاءة ثينك باد، بس الإضاءة ضعيفة جدا. جهاز واضح إنه اشتغل تمام. بس شوف انه في زي لا شوف في باب الاضاءة. شوف ضاعت الاشارة. شوف الجهاز راسل لكن ما فيش اي شيء اشارة. شوف واضح انه في شوف مشكلة. الشاشة تروح في اول حاجة ده لازم نطفيها. تمام. ونفتح البطارية نفتح الجهاز. أول حاجة لازم نتفقد الكيبل هذا حق الشاشة وكيبل الباور، لأنهم الاثنين مربوطين مع بعض. شوف واضح انه في مشكلة. بس اول حاجة بنقوم بتنظيف هذا المنطقة تمام عشان نشوفه. نضيف هذا الكيبل ايضا قليل. مطبوعة كده تمام. بنطبقه بس هذا الكيبل لازم يتحركش، لأنه لو في مشكلة بسيطة لو في هزة بسيطة العرض بينقطع. تمام. داك خلاص يا شلو قاعدين. ايوه لا هذا بنقوم بس بنعمل هنا شمع خفيف عشان يمسك الكيبل ما يتحركش. تمام. بهذه الطريقة تمام. عشان تمسك الكيبل تمام عشان ما يهتزش بهذه الطريقة.
بعدين لو اشتغلت تمام بنزيد تمام. بس هذا اول شيء تيست بركب له الباور. تشغيل جهاز هذا إنه كي أنا أفضل من هو هذا المشكلة على خطر لي. بس برضه لازم تقرب انه ما ترجعش تاني مرة نهائية. بس الويندوز حقه انضرب من كتر ما طفى ولا صح حقه الويندوز انضرب. لو كان عزبوني لصفيه هو الجهاز طافي والجهاز كان بدون عرض. المفروض أول ما تظهر المشكلة يجيبون مباشرة عشان مشكلة ما تزيد. طيب بنطبق الكبر ده قد يكون الكبر له علاقة كمان لأنه شوفوا لاحظوا هنا كرت الشاشة كيف علاقة الشاشة هنا شوف موقع قريب من الكبر. هذا كيبل المفروض يبعد هنا قليل شوية هكذا هنا يكون كذا بهذه النقطة تمام. بقول دحين كثرنا بالشمع ها بس ما نشوف هنا ايش لما نشوف لما نطبقه تصير حاجة ثانية تمام كذا ونخليه هنا. أنا شو يكون؟ ما شوش تحرك من ده المكان النهاية، لأن عشان من فوق الكفر ما يتأثرش، يكون بعيد من الكفر، لأنه في بعض الأجهزة حتى الكفر لما تطبقه اختبط العرض. جهاز شغال طبيعي لأنه في خلفية غريبة يعني تجيب عمالها ونسوي خلفية زينا عشان نشوف. الحديثة دي يعني حساسة مرة واحد جهاز مستقر شوفوا كيف
هي المشكلة بس الكيبل الحقه بس كان يتحرك بس خلاص. 3 سنوات هذا الجهاز واللقاء في حلقة قادمة.